مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وإليكم العناوين. 3063 مترشحا يلتحقون بالمدارس الإعدادية النموذجية والتلميذ حلا منصري من القصرين، تتفوق بمعدل 19.45 من 20. تونس تتحصل على قرض رقعي بقيمة 700 مليون أورو لتمويل حاجيات الميزانية للسنة الجارية. في الجلسة السابعة على التوالي، نواب المجلس يخفقون في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، والناصر يحمل الأحزاب السياسية المسؤولية. أهلا بكم من جديد، ونبدأ بالشأن التربوي. أعلن مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني أن نسبة النجاح في مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية السزيام شهدت تحسنا، وأرجع ذلك إلى الاستقرار الذي عرفته المدارس الابتدائية خلال هذه السنة الدراسية. الولباني أضاف أيضا أن نسبة الملتحقين بالمدارس الإعدادية النموذجية ارتفعت بمعدل الضعف مقارنة بالسنة الفارطة. 48,957 تلميذا وتلميذة اجتازوا امتحانات مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، 50.35% منهم اجتازوها بنجاح وفق ما أعلن مدير عام الامتحانات بوزارة التربية. 24,648 هذوما تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 10 من 20، هذا ما يمثل تقريبا 50.35%. هذه النسبة هي في تحسن ملحوظ بالمقارنة مع دورة 2018. 2018 سجلنا 42.28%، وكذلك في تحسن ملحوظ بالمقارنة مع دورة 2017 اللي سجلنا فيها 42.35%. كما ارتفعت نسبة الملتحقين بالمدارس الإعدادية النموذجية بمعدل الضعف مقارنة بالسنة الفارطة. 3063 مترشح هذوما اللي التحقوا بالمدارس الإعدادية النموذجية من خلال هذه المناظرة، أي أنه نسبة التغطية بلغت 81.68%، وهذه النسبة هي نسبة يعني مرتفعة جدا بالمقارنة مع الدورة السابقة، هي تقريبا ضعف ما تم تسجيله في دورة 2018. ومن بين الملتحقين بالمدارس الإعدادية النموذجية كانت التلميذة حلا منصري أصيلة ولاية القصرين، حلا التي تميزت عن غيرها من الناجحين بحصولها على أعلى معدل على المستوى الوطني ويساوي 19.45. من السنة الأولى تغرمت بالمطالعة وحبيت الكتب وحبيت القراية وتميزت، ومن السنة الأولى ما طحتش على 18 للتو والحمد لله. بنكون طبيبة كلاب باش نداوي أمي. أمي مصابة بمرض قصر الكلاب. فرحة النجاح والتميز تقاسمتها حلا مع أفراد عائلتها الذين كانوا سندها طيلة سنوات الدراسة. انتظرت لولا في الولاية، ما انتظرتش لولا في الجمهورية، تفاجأت والحمد لله. هي رغم المرض واحد دي معناها كل نوقف الصغار في قرايتهم وما خليهمش وحدهم. متوقع معدل جيد، وخاصة أنها تتحصل على ترتيب الأول في ولاية القصرين، والحمد لله كي جت المرتبة الأولى وطنيا. الحمد لله الحمد لله، فرحة كبيرة. فرحت برشا لأختي، وأنا أحب زيدة نكون كيفها. ولكل تلميذ اجتاز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية أيا كان معدله إمكانية الحصول على شهادة وطنية في اجتياز هذه المناظرة، وذلك بعد سحب مطلب في الغرض من المندوبية الجهوية مرجع النظر ليتحصل على تلك الشهادة في غضون 3 أيام من تاريخ تقديم المطلب. كما ستشهد نتائج دورة المراقبة لبكالوريا 19 و2000 تحسنا ملحوظا، وفق ما أكده عمر الولباني مدير عام الامتحانات بوزارة التربية الذي أعلن أن نتائج دورة المراقبة شبه جاهزة. نسبة النجاح في دورة المراقبة ستكون نسبة استثنائية بالنسبة لهذه الدورة، وهذا ما يخلي النسبة العامة بالنسبة للدورتين الرئيسية والمراقبة ستفوق بكثير ما تم تسجيله بالنسبة لدورة 2018 وحتى دورة 2017. الدورة السابقة سجلنا فيها 51%، إذا كانت الدورة هذه مش تسجل فيها 54 أو 55%، فكل نقطة إضافية هي تمثل تقريباً
1000 ناجح إضافي. سجلنا تراجع كبير وملحوظ بالنسبة لحالات الغش وسوء السلوك بالمقارنة مع الدورة السابقة وحتى بالمقارنة مع الدورة الرئيسية. الحالات هذه ستكون في حدود 100 حالة، ولكن 100 حالة في يعني 565 أو 67 مركز امتحان على مدى 4 أيام امتحان، هو عدد يعني محدود بالمقارنة مع الدورة السابقة اللي في نفس الدورة سجلنا تقريبا حوالي 300 حالة. تحصلت تونس على قرض رقعي بقيمة 700 مليون أورو أي حوالي 2275 مليون دينار حسب بلاغ صادر اليوم عن وزارة المالية. قرض رقعي جديد تحصلت عليه تونس بقيمة 700 مليون أورو أي ما يعادل حوالي 2275 مليون دينار، قرض تم الحصول عليه بعد جولة ترويجية قام بها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بأهم الأسواق العالمية. تبلغ مدة سداد القرض 7 سنوات بنسبة فائدة بلغت 6.375%، وبلغ عدد المؤسسات المالية التي قدمت عروضا لتونس حوالي 182 مؤسسة، فيما بلغت المبالغ المعروضة من المستثمرين أكثر من 2200 مليون أورو، أرقام مهمة قد تترجم ثقة العارضين في قدرة الاقتصاد التونسي، خاصة عند مقارنة هذا الإصدار بآخر إصدار في أكتوبر الماضي والذي قدرت مدة السداد المقترحة بخمس سنوات وكانت العروض في حدود 1200 مليون دينار مقابل أكثر من 2200 مليون دينار هذه المرة. ماذا يعني تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك إلى مستوى 6.8% خلال شهر جوان الفارط؟ هل أن التراجع يعني بالضرورة تراجعاً في الأسعار؟ وهل أن هذا التراجع بالمقارنة بشهر ماي الفارط يمكن أن يلمسه المواطن؟ بعض الأسئلة التي بحثنا فيها في هذا التحقيق. العلاقة السببية بين الأسعار ونسبة التضخم عادة ما تؤثر على سلة استهلاك المواطن التي لا تحتوي حتما على المواد الغذائية فحسب، بل تشمل مكونات أخرى كالنقل والعلاج والسكن. محاولة معرفة تأثير تراجع نسبة التضخم من 7% في شهر ماي الماضي إلى 6.8% خلال شهر جوان على قفة المواطن استقيناها من هذه العينة. جسمعاش ناخذ بالكيلو بدر شنو؟ ناخذ جزيس وان شاء الله ربي يقدر الخير، اما ما ريتش تحسن معناها بتاتر لا سيمين ديغنيغ شويه هكا. معناها المواطن العادي مازال ما نجمش ياخذ كما قبل، مازال ياخذ هكا دوبا دوبا يعجلوش نتاع فطور اليوم هكا. كل شيء زيد، فما حتى حاجه تحسها ناقصه، المواطن التونسي ما عادش ينجم يعيش، انا الحمد لله نجم نعيش وغيري نجم يعيش، اما القليل والله تخمم فيه تقول كيف باش يعيش، كيف باش ينجم يعيش اولاده بالاخص زوز يقراوا ولا ثلاثه. النار تشعل، شلون تقول لي؟ فهمتي؟ يعطوك 4 مليمات من هوني وربحين فيها من هكا، فهمتي؟ يعطوك 10 منها ياخذوا 100 من غادي. هذا الارتفاع في الأسعار يقر به المعهد الوطني للإحصاء الذي يعتبر أن تراجع نسبة التضخم تعني تراجعا في الوتيرة التصاعدية للأسعار لا غير. هذه النسبة ما تعنيش اللي هناك تراجع على مستوى يعني الأسعار، الأسعار تبقى من شهر إلى شهر ترتفع، يعني تقريبا سجلنا ارتفاع في شهر جوان مقارنة بشهر ماي ب 0.3% بعد ما كانت هذه الوتيرة في حدود 0.5، وسجلنا حتى يعني نسب 0.8% من شهر إلى شهر. يعني الهام جدا ان هذه الوتيره يعني سرعه الاسعار تقلصت، يعني نسبه التضخم ممكن كانت تنزل ازيد يعني بدرجات اكثر لولا هناك ارتفاع على مستوى النقل، وهناك ارتفاعات على مستوى الصحه، هناك ارتفاعات على مستوى النزل والمقاهي، فما اسعار جديده قاعدين نلاحظوا فيها على مستوى هذه المواد. ويعزى هذا التراجع الطفيف في نسبة التضخم إلى عدة عوامل وفق بعض القراءات الاقتصادية. هناك ظروف موسمية الآن في موسم الصيف، المواد الغذائية هناك تراجع عادي لأسعارها، وهذا يفسر بدرجة كبيرة تراجع في نسبة التضخم. أيضا هناك الاستقرار الآن والتحسن الطفيف في سعر صرف الدينار اللي مكننا أيضا من تقليص حدة تأثير سعر الصرف على التضخم. وتؤكد أحدث دراسة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات نشرت اليوم أن المقدرة الشرائية للمواطن التي تراجعت في السنوات الأخيرة لا يمكن تجاوزها إلا في ظل تحكم في التضخم في مستوى أقل من 6%. لا يمكن لنا
أن نتحكم في المقدرة الشرائية إلا ما نوصله نسبة التضخم تكون تحت 6% في 5.8 و5.9 في 2019 وفي 2020 باش نجم نقوله أن نسبة التضخم الموجودة الآن ما هيش قاعدة تعمل في تهرئة للمقدرة الشرائية للمواطن. عوامل مجتمعة إذن تؤثر في نسبة التضخم والمقدورة الشرائية للمواطن، تحتم معالجتها تحليلا معمقا لتقطعاتها وحلولا ملموسة حتى يشعر المستهلك بكل منح تنازلي لنسبة التضخم. وفي المجال السياحي يشهد معبر ملولة الحدودي وهو أكبر المعابر مع الجزائر حركية كبرى منذ انطلاق الموسم السياحي مع توافد أكثر من 5000 زائر جزائري يوميا. كاميرا الأخبار رصدت الأجواء في هذا المعبر وأراء عدد من السياح الذين اختاروا تونس لقضاء عطلتهم. في معبر ملولة الحدودي الذي يعد أكبر المعابر مع الجزائر الشقيقة حركية كبيرة بتوافد أكثر من 5000 زائر جزائري يوميا لقضاء عطلهم في بلادنا. الأشقاء الجزائريون أكدوا أن ما يجدونه في بلادنا من حفاوة استقبال وحسن معاملة وظروف إقامة طيبة تجعل من تونس الوجهة المحبذة للعائلة الجزائرية. جواء باهية، تونس ديما زاهية، الوتلاوات هاوية تستقبل في ضيوف نتاعها، احنا نجيو ديما حواسة عندكم. رحبوا بالناس وبلاد سياحية ما عندي ما نقول فيها. والله هايلة. كنا في الحمامات والله الحمد لله كانت إقامة بيان. وعلى هذا اللي رانا نجيو كل عام حنايا، هناك دي سيرفيس ملاح وأماكن جد وعائلة مليحة للعائلة وكلش، على هذا السبب رانا نجيو تونس الشقيقة. من جهة أخرى نفى الجزائريون الوافدون على بلادنا ما يتردد من أخبار حول التعطيلات على مستوى المعابر الحدودية مؤكدين تحسن الخدمات من سنة إلى أخرى. والله ما كان حتى مشاكل، حتى الديوانة يعني متهالين فينا في ساعة نتعدوا كما ذكركم، ما كانش برشا ما في شوية غلاء عندكم شوية إن شاء الله في الكراء في أما فيما يخص يعني في كل موجود الحمد لله ميسر. تونس والله غير روعة للسياحة، ما عندي ما نقول، وناس قايمين بنا ما شاء الله. ونعدي رسالة الجزائريين نكل اللي ما زال ما جاش لتونس بس يزورها غير يجي. الناس ما شاء الله قاموا بنا كما يلزم والحمد لله، جوزنا 10 أيام ما شاء الله. آلاف الجزائريين يتوافدون يوميا على بلادنا منذ انطلاقة الموسم السياحي، بما يؤكد أن تونس تظل الوجهة الأولى للسائح الجزائري. أعطى اليوم وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نور الدين السلمي في مدينة تطاوين إشارة انطلاق أشغال وصلة الطريق السريع التي تربط مدينة تطاوين بالطريق السيارة A1 في مستوى مدينة مدنين. وطلع الوزير بالمناسبة على مكونات هذا المشروع المنتظر إنجازه خلال 30 شهرا على 3 أقساط، قسطان في ولاية تطاوين وقسط ثالث في ولاية مدنين بكلفة جملية قدرت بحوالي 120 مليون ديناراً. في مشروع وصف بالتاريخي في ولاية تطاوين انطلقت أشغال ربط الجهة بالطريق السيارة، مشروع انتظره أهالي الجهة طويلا لما يوفره برأيهم من وقت وحماية من مخاطر الطريق وإضافة نوعية لمسار التنمية بالجهة. حلم من الأحلام اللي نستنوا فيها طول عمرنا. ليش باهي تفاديا للحوادث وراحة البال وراحة للمسافر ونقص في المازوت والليسانس وفي امتيازاتها كل موجه. احنا تو من قابس لتونس تفرد طريق اللي انا اعتبرت شريان كبير ما بيننا وما بين تطاوين ومدنين، وخاصه الاخوه الليبيين زاد اصبحت عليه ضغط كبير ياسر، وبالتالي الطريق السياره باش يحل اشكاليه كبيره ان شاء الله. طيب في الطريق يولي مرتاح، معناها تنقص عليه الامبوتياج المفهومه هذيا والحوادث. نجيو لتطاوين على خاطر بلاد حية وتستحق ما أكثر، تستحق وتورو، تستحق حتى تستحق مطار جهوي، فهمني، ينمي البلاد هذه ويشجع المستثمر الأجنبي والمستثمر حتى الوطني باش يجي لنا ويكون يتواجد. هذا المشروع الذي يمتد على مسافة 50 كيلومتر انتهت مختلف إجراءاته العقارية وفض إشكالاتها، ما سيسرع بإنجازه في الأجال المحددة. يوم تاريخي حقيقة، لأنه هذا المشروع مشروع تاريخي للجهة. ولاية تطاوين ولاية مهمة جدا، تمثل تقريبا ربع
مساحة الجمهورية واعتباريتها أيضا الاقتصادية والطاقية مهمة جدا، باش تسهل حياة الناس، باش تسهل كل المواطنين وكل المستثمرين في الجهة إن شاء الله. عندها انعكاس اقتصادي مهم جدا، عندها انعكاسات اجتماعية أيضا، لأنها باش تفك العزلة بشكل نهائي على هذه الولاية. ربط الجهة بشبكة الطرقات السيارة في انتظار إيصال مشروع السكة الحديدية جابس مدنينة ومنها إلى تطاوين، والانطلاق في مشروع مطار رمادة مقومات أساسية لتحقيق نقلة تنموية بولاية تطاوين مأمولة بحسب المواطنين والمختصين. احتضنت مدينة الحمامات فعاليات المؤتمر العادي لنقابة أطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين تحت شعار إنقاذ المنظومة العمومية للصحة وترسيخ الدور المرجعي للمستشفى الجامعي في التكوين والتأطير والبحث لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الجديد والنظر في إشكاليات القطاع. أثار المشاركون في المؤتمر العادي للنقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين بمدينة ياسمين الحمامات إشكالية هجرة الأطباء التي وصفوها بالكارثة أمام تعمد بعض الدول الأوروبية تغيير تشريعاتها لاستقطابهم دون ردة فعل من الجانب التونسي وفق تعبيرهم. قاعدين نشوفوا في كارثة حقيقية في القطاع اللي هو أحسن كفاءاتنا قاعدين تفكنا فيهم، بلدان الخليج قاعدة تفك فيهم، فرنسا قاعدة تفك فيهم، ألمانيا قاعدة تفك فيهم، كندا فرنسا قاعدة تبدل في تشريعاتها ومازالت كي بدلت تشريعها باش تزيد تجلب أكثر أطباء توانسة، وفي المقابل مارينا حتى ردة فعل، حتى استراتيجية، حتى قرار أنا بنسميه قرار سيادي وطني باش نستحفظوا على ثروتنا. وأشاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بتضحيات أطباء القطاع الخاص واختيارهم البقاء في تونس رغم المغريات المادية، داعيا إلى التصدي لهجرة الكفاءات الطبية من خلال إصلاح منظومة الصحة العمومية. الوضع نتاع المستشفيات العمومية وضع صعب، وضع صعب لا من خلال هجرة الكفاءات اللي فيه. المستشفى العمومي اليوم في حاجة إلى تعميق التفكير وليس بمجرد لقاء للقاء، ياخذ بعين الاعتبار كذلك الطلب امكانيات ماديه كبيره. اصلاح قطاع الصحه العموميه بهيش بميزانيه ضعيفه والهزيل هذيل بتصلح به القطاع الصحه العموميه. واكد الطبوبي انه سيتم عقد جلسه تفاوضيه يوم غد مع الحكومه لاستكمال الجزء الثالث من المفاوضات الاجتماعيه في قطاع الوظيفه العموميه وافراد قطاع الاساتذه الجامعيين واطباء الصحه العموميه والمهندسين بزيادات خصوصيه. للمرة السابعة على التوالي يفشل مجلس نواب الشعب في انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين لعضوية المحكمة الدستورية، فالغيابات وعدم التوافق أفضيا إلى نتيجة سلبية لم يتحصل بمقتضاها أي من المترشحين على أغلبية الثلثين أي 145 صوتا. العياش الهمامي 82، عبد الرحمن الكريم 61، ماهر كريشان 21، محمد العادل كعنيش 127، عبد اللطيف بوعزيزي 59، محمد الفاضل الترودي 79. هي نتيجة التصويت لعضوية المحكمة الدستورية، فلا أحد من المرشحين تحصل على أغلبية الثلثين والمقدرة ب 145 صوتا، فقد تباينت آراء النواب بخصوص المحكمة الدستورية في انتخابات أسفرت كالدورات السابقة عن فشل وصفه النواب بالذريع، فهم والكلام للكثيرين منهم يعتبرون أغلبية الثلثين تعجيزية في ظل وضع نيابي يتسم بالتشتت وتغليب المصلحة الحزبية. كان قبل أغلب الكتل متوافقة، لا محالة توافقت في العلن، ولكن في التصويت الفعلي معناها الناس ما احترمتش الالتزامات نتاعها، ولكن كانت عليهم توافق. الآن حتى التوافق هذا مش موجود. راهو اللي ما جاش نعتبره ضد إنشاء المحكمة الدستورية، صوت بالتوافق أو من غير توافق، شق كبير ما مشيش في التوافق وما صوتش أون بلوك، يتحملوا مسؤوليتهم التامة. التوافق بين الكتل لانتخاب الأعضاء الثلاثة للمحكمة الدستورية غير مكتمل في ظل وجود غيابات تجعل مسار التصويت دون النتيجة المأمولة. إذا كان الناس تغيب وما تحضرش فهذا بطبيعة الحال يعد معناه إخلال بالتزامات هذه الكتل
والتزامات نوابها، وجزء من إمضاء التوافقات وجزء من البحث عن إيجاد المؤسسة الدستورية هو الحضور المكثف في مجلس النواب الشعب. فشل النواب مرة أخرى في انتخاب الأعضاء رغم مرور أكثر من 4 سنوات دون إرسائها كما ينص على ذلك الدستور. الدستورية هامة أكيد، ولكن مش للمواطن البسيط، إنما طبعا للمسار الديمقراطي وللانتقال الديمقراطي والناس اللي معناتها متسيسة وكل، طبعا هي أولوية قصوى معناتها. احنا مع الأسف ما نجحنا في حتى اللي نجحنا فيها واحد اللي هي الانتخابات، وقت اللي لزنا الزز، وقت جت الانتخابات البلدية، وقت ما ثم حتى حل. وهم للمسار الديمقراطي، وبدونها يظل المسار هذا عرضة لكل الهزات. وكان مجلس نواب الشعب فشل في 6 دورات سابقة في انتخاب الأعضاء 4 للمحكمة الدستورية، ولم ينجح سوى في انتخاب مرشحة واحدة رغم الدعوات المتكررة للالتزام بالتوافقات وعدم تغليب مصلحة الأحزاب. أطلقت منظمة أنا يقظ موقع بالكمشة برؤية جديدة ليكون أكثر تفاعلا مع المبلغين عن الفساد وحماية معطياتهم الشخصية، كما يمكن الموقع الجديد من تقديم الإجابات والنصائح للمواطنين حول ملفات الفساد. بعد إطلاقه سنة 2015، قامت منظمة أنا يقظ بتحيين وتحسين محتوى موقع بالكمشة حتى يصبح أكثر تفاعلاً مع المبلغين عن الفساد، مع حماية هوية المبلغ والمعطيات المقدمة. هذا وسيمكن الموقع من تقديم نصائح للمواطنين حول مسألة الفساد. نعز دور المواطن التونسي في أنه يبلغ على الفساد سواء كان ضحية وإلا شاهد. دونك اترافير البلاتفورم هذه بالكانشا.تل المبلغ ينجم يوصل صوته، ينجم يبعث سامحني الدوسي للواحد من المستشارين القانونيين اللي باش يكونوا باش لاهين بالموقع هذايا، تصير تريتمون تاع الدوسي هذايا. زوز مؤسسات خلينا نقولوا داخل منظمه النقابه، دونك بالكمشة هي الواجهه اللي الناس يبلغوا بها وناكد لهم اللي هي هويتهم ديما تكون معناها محميه، ثم الفريق القانوني او مركز يقظ لدعم وارشاد ضحايا ومبلغين على الفساد ياخذ القضايا هذه، من بعد يبدا التواصل مع المبلغين. في مرحله اولى نفهموا اكثر القضيه، نشوفوا نفحصوا الوثائق، ومن بعد يا اما نمشيوا للقضاء إذا المبلغ هو اللي اختار، نجم نمشيوا للعمل الإعلامي وإنارة الرأي العام حول القضية هذية، قد أحيانا نمشيوا في نفاذ المعلومة، كما أحيانا نقولوا للمبلغ راه هذا ليس ملف فساد. ويحتوي الموقع الجديد حول الفساد تطبيق تشات بوت أو المستشار القانوني الإلكتروني الذي تتمثل وظيفته في التواصل مع المواطنين والإجابة على الاستفسارات حول الفساد بشكل آني. نجم نقول هو عبارة على سايبر ليجل ادفايزر وإلا مستشار قانوني إلكتروني، أترافيرو هو المبلغ ولا أي عبد نجم يكونتاكتينا ويتواصل معنا ويسألنا أي سؤالات يحبهم، مثلا فيما يخص الدومين تاع مكافحة الفساد، القوانين تاع القاب الفساد، أي حاجات ينجم يحب يستفسر عليها. دونك جوست يتابي الكيستيون نتاعو. وتمكنت منظمة أنا يقظ منذ بعث مركز دعم وإرشاد ضحايا الفساد من تلقي أكثر من 1000 حالة تبليغ على الفساد خلال السنوات الأخيرة، جزء كبير منها وقع إحالتها على القضاء. تمكن أعوان الحماية المدنية بالتعاون مع أعوان الغابات بولاية سليان ظهر اليوم من السيطرة على الحريق الذي نشب ليلة أمس بسفح جبل السرج وأتى على حوالي 10 هكتارات من الأشجار، حسب ما صرح به المدير الجهوي للحماية المدنية العميد عادل العبيدي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في الأثناء تمكنت المصالح الغابية التابعة لدائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين وبمعية فرق الحماية المدنية من إخماد الحريق الذي نشب ظهر أمس في تالا وإجلاء عدد من العائلات خوفا من امتداد النيران إلى منازلهم المتخمة لجبل العنبة من معتمدية تالا. ما تزال غابات الصنوبر الحلبية تكافح لتسترجع عافيتها من حرائق أتت على أكثر من 1000 هكتار من مساحاتها بسلسلة جبال تالا، واليوم تأتي على 10 هكتارات من هذه المساحات الشاسعة، حرائق رجحت مصادر أولية أن تكون نتيجة عوامل طبيعية. واليوم
بتضافر جهود أعوان الغابات الذين يعملون دون أزياء ووسائل الوقاية من الحرائق وفرق الحماية المدنية ومتساكني سفح الجبل، أخمدت النيران التي أتت على أكثر من 40 هكتارا من الغطاء النباتي بجبل سيف العنبة من عمادة الأحماد معتمدية تالا. رجونا رنفور الحماية المدنية بتاع تالا بعد 3 شاحنات وصلوا معناتها جملة كثمانية أو 9 شاحنات متاع حرائق. تضافر جهود كل معناتها أعوان الغابات مواطنين الحماية المدنية تم في حدود 10 متاع الليل معناتها بريسك 98% معناتها متريزي. الديار غادي ثم شكون لهز عائلته وذريه وهرب لتالا والحمد لله توا أنا لاباس. هذه المنطقة كاملة كبير وصغير يخدم وما يخدمش. حراس الغابات. فهمتي؟ حراس غابات ومواطنين حتى المواطنين راهي أمس ياسر. فرق الحماية المدنية المتمركزة منذ الأمس بالجبل قامت بإجلاء عدد من العائلات خوفا من امتداد النيران إلى منازلهم المتاخمة لجبل سيف العنبة. كما تدخلت مصالح دائرة الغابات رفقة الحماية المدنية وبالوسائل المتوفرة وحتى وسائل ثقيلة، في مرحلة أولى بدينا في إخماد الحريق، في المرحلة الثانية اتجهنا إلى تجمعات سكنية لحمايتها من انتشار الحريق. سلسلة من الحرائق أتت على الأخضر واليابس بعدد من جبال القصرين على غرار جبلي أشعامبي وسيف العنبة جراء عوامل طبيعية وأخرى بشرية. حرائق أتلفت مساحات شاسعة من غابات الصنوبر الحلبية ونبات الزعتر والإكليل وشردت حيوانات نادرة. في الشأن الحزبي قال رئيس حركة هلم لتونس مصطفى صح بالطبع إن مؤسسي الحركة من العسكريين والأمنيين المتقاعدين هدفهم المشاركة في الشأن العام لتقديم بدائل أخرى، وأن الحركة ستشارك في الانتخابات التشريعية في 24 دائرة انتخابية. كان ذلك خلال مؤتمر صحفي لتقديم الخطوط العريضة لبرنامج الحركة. رغم أن حركة هلم لتونس حصلت على تأشيرة قانونية منذ نوفمبر 18 و2000، غير أن القائمين عليها من العسكريين والأمنيين المتقاعدين اختاروا اليوم الإعلان عن الخطوط العريضة للحركة المبنية على قيم الانضباط والالتزام بالقانون على النقيض ما ترمو إليه بعض الأحزاب السياسية وفق تعبيرهم. بكلهم يحكيوا في نفس اللغة، معناها تموقع 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 بلاصة تموقع. احنا مش هذا الموضوع، احنا الموضوع وهو تمكين كل تونسي من عزة نفسه، وهو تمكين كل تونسي من حلم الحياة، وهو تمكين كل تونسي من حق السعادة اللي هو توا مش موجود بالكل. الحركة التي يقول رئيسها أيضا إنها حركة مدنية وطنية غايتها المشاركة في الشأن العام لتقديم بدائل أخرى ممكنة، انخرطت فيها بعض الشخصيات الناشطة في العمل الجمعياتي والمدني لثقتها في مؤسسي الحركة من العسكريين والأمنيين المتقاعدين. كيف ما تحبش باش يجي فهمتني حزب أو حركة اللي هي من ساميين الجيش ويكونوا يقودوا البلاد، لأنهم معروفين كما قلت لك باليد النظيفة وبالانضباط وقانونجيين وكله، فهذا احنا انا هذا اللي خليني ندخل معهم. وفي علاقة بالانتخابات القادمة أضاف رئيس الحركة أن الحركة ستشارك في 24 دائرة انتخابية في الاستحقاق التشريعي، ودعا القوى الوطنية للاتفاق على مرشح وحيد للانتخابات الرئاسية. في جولة أخبارنا الدولية، أقرت وزارة الدفاع الفرنسية بأن الأسلحة التي عثر عليها في قاعدة تابعة لقوات المشير خليفة حفتر في منطقة غريان غرب ليبيا مصدرها فرنسا. وأضافت الوزارة أن تلك الأسلحة تم شراؤها من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مخصصة لفريق استخباراتي فرنسي موجود في هذا البلد لأهداف مكافحة الإرهاب حسب تعبير الوزارة. كما أوضحت وزارة الدفاع الفرنسية أن الأسلحة لم تسلم إلى أي طرف في الصراع الدائري في ليبيا استجابة للحظر على السلاح المفروض من قبل الأمم المتحدة على هذا البلد. دعت الولايات المتحدة الأمريكية لاجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك للضغط على إيران وعزلها بعد تجاوزها الحد المسموح في تخصيب اليورانيوم وإجبارها على التفاوض على الاتفاق النووي وبرنامجها الصاروخي وسلوكها في المنطقة.
في اجتماع مغلق اليوم أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دول الأعضاء أن إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء بلغت 4.5%، أي بما يفوق المستوى الذي يسمح به الاتفاق النووي، وذلك في ثاني خطواتها المخالفة للاتفاق النووي في غضون أسبوعين. وذكرت الوكالة أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يبلغ حاليا أكثر من 213 كيلوغراما، أي أنه يفوق الحد المسموح به في الاتفاق، وقد تم التحقق من الرقمين. وتقول إيران إن هذه الخطوة هي رد على عقوبات اقتصادية فرضتها الولايات المتحدة عليها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي قبل عام، فيما أكد سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن بلاده تنوي الحفاظ على الاتفاق النووي مع القوى العالمية إذا أوفت كل الأطراف بالتزاماتها بموجبه، وأن الهدف مما تفعله إيران هو الحفاظ على المعاهدة النووية، ويمكن العدول عن كل شيء في غضون ساعة واحدة فقط إذا أوفى الأعضاء في المعاهدة بالتزاماتهم بنفس الطريقة. من جانبها أكدت الولايات المتحدة أنها ستستغل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لزيادة الضغط على إيران بسبب انتهاكات الاتفاق النووي. وتعكف واشنطن في الوقت نفسه على عزل إيران لإجبارها على التفاوض على الاتفاق النووي. وفي بيان فسرت فيه قرارها الدعوة لاجتماع مجلس محافظي الوكالة، أكدت الولايات المتحدة أنه على المجتمع الدولي محاسبة النظام الإيراني، وأن التوسع برنامج إيران النووي محاولة لابتزاز المجتمع الدولي من أجل المال، وأن الطريق الذي يسلكه النظام في إيران لن يزيده إلا عزلة على الساحة الدولية وسيزيد المخاطر التي تواجهه. وفي رده على دعوة الولايات المتحدة للاجتماع، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه أمر يدعو للسخرية نظرا لأنها انسحبت من الاتفاق النووي وتعاقب كل من يلتزم به، فيما قال دبلوماسيون من العديد من دول المجلس إن جدلا ناريا سيدور على الأرجح بين المبعوثين الإيراني والأمريكي خلال الاجتماع المغلق، لكنهم لا يتوقعون أن يتخذ المجلس أي إجراء ملموس، مؤكدين أن هذا الاجتماع فرصة ليعبر الجميع عن أنفسهم، بينما سيدرس أطراف الاتفاق خطوتهم المقبلة. في أخبار الرياضة، أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته استعدادا لمواجهة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا والتي ستجمعه غدا بمنتخب مدغشقر بداية من 8 مساء بملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة. بنصاب مكتمل من اللاعبين، خاض المنتخب الوطني لكرة القدم عشية اليوم حصته التدريبية الوحيدة بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك على امتداد 45 دقيقة، إذ ركز الإطار الفني على تعزيز اللياقة البدنية وضبط بعض الجوانب التكتيكية. كما عقد المدرب ألان جيريس ندوة صحفية تم خلالها التأكيد على ضرورة احترام المنافس رغم أنه يشارك لأول مرة في العرس الإفريقي. هذه المباراة ستكون أيضا صعبة كسابقاتها، وخصوصا من حيث الأعداد الذهني لها. علينا أن نحترم منتخب مدغشقر لما حققه من نتائج في هذه النهائيات التي تعتبر ناجحة بالنسبة له. الضغط مسلط علينا، احنا لازمنا نلعب كرة، احنا لازمنا مع تنفوزه باش ندخلوا كما حضرنا الماتشات الكل. الماتش هذا ما تبش يكون له طعم خاص، سورتو انه عندنا برشا ما ترشحناش للدور نصف النهائي. في الجهة المقابلة سيدخل منتخب مدغشقر مباراة ربع النهائي دون ضغوطات، بما ان بلوغه هذه المرحلة من الكان يعتبر انجازا تاريخيا، وهو ما اكده مدربه نيكولا دوبوي الذي اشاد في مؤتمره الصحفي بجودة المنتخب التونسي. المواجهة لها حسابات خاصة، إذ يعد المنتخب التونسي من الفرق القوية التي تلعب كرة هجومية، إضافة إلى نجاحه في الإطاحة بالمنتخب الغني، لكننا سنسعى لمواصلة كتابة التاريخ، واللاعبون لديهم إصرار على بلوغ نصف النهائي في مشاركتنا الأولى. نصور قرطاج تختتم استعداداتها لمواجهة مدغشقر الهامة على أمل أن تتمكن من التحليق بملعب السلام من أجل تجديد العهد مع المربع الذهبي بعد 15 عاما من الانتظار. بات منتخب السنغال ولا الواصلين لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا بفوز عشية اليوم في دور الثمانية على منتخب البنين بهدف وحيد حمل توقيع متوسط الميدان إدريسا غانا في الدقيقة 70، وسيلاقي المنتخب السنغالي في المربع الذهبي الأحد المقبل المتأهل من مباراة تونس ومدغشقر. ختام النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها.
3063 مترشحا يلتحقون بالمدارس الإعدادية النموذجية والتلميذة حالة نصري من القصرين تتفوق بمعدل 19.45 من 20. تونس تتحصل على قرض رقعي بقيمة 700 مليون أورو لتمويل حاجيات الميزانية للسنة الجارية. في الجلسة السابعة على التوالي نواب والمجلس يخفقون في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، والناصر يحمل الأحزاب السياسية المسؤولية. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء. مادام شفت الضوء لا يخوفك الظلام، لا تكيدك حدود. بخزرة هديت لحيوط وتقل.